للحديث أكثر حول آخر التطورات الميدانية في جنوب العاصمة ينضم إلي عبر الهاتف القائد الميداني بسام همل. سيد همل، رحب بك معي في السابعة. السلام عليكم، تحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام إن شاء الله. حياك الله، أطلعني عن آخر التطورات الميدانية وما الذي حدث بالتحديد في محور اليرموك النهر. بالنسبة لمحور اليرموك وخلف الفرجان، حاولوا قوات المتمرد حافظ تقدم تجاهنا، لكن الحمد لله تصدينا لهم وقاعدين محافظين على تمركزاتنا بالكامل في جميع المحاور. محاولتهم كانت فاشلة وكانت لرد الصفعة أو ما في الهزيمة التي تعرضوا لها في غريان وفي أكثر من منطقة في أكثر من محور، لكن الحمد لله تصدنا لهم زي ما حكيت وكبدناهم خسائر وغنمنا منهم آليات. طيب سيد همل، يعني هل حدثت هناك أي إصابات في صفوف قوات الجيش، وهل فعلا كما يتكلم إعلام ميليشيات الكرامة عن أنهم حققوا تقدم في هذا المحور وأنهم سيطروا على نقاط جديدة وأن قوات الجيش الليبي قد تراجعت، هل هذه الأنباء صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، هذه الصحة تماما هي المعلومات مغلوطة لرفع من معنويات مقاتليهم، وبالعكس نحن الذين تقدمنا وحفظنا أيضا على تمركزاتنا السابقة وكبدناهم خسائر، تعرضنا لبعض الإصابات الخفيفة، أما من قواتهم فكبدناهم خسائر فادحة والله. طيب سيد همل، ماذا عن باقي المحاور؟ المحاور الأخرى زي أنزارة، مثل أنزارة ومحور محور 14 سواحلي، ايضا محافظين او بالعزيزيه محافظين على تمركزاتنا. اما عين زاره واما وادي الربيع واليرموك هي التي حدثت فيها مناوشات ومحاوله تقدم وتم دحرهم بالكامل. نعم، اشكرك جزيل الشكر القائد الميداني بسام همل، كنت معي عبر الهاتف.